بالشراكة بين بلدية ساقط الدير بصفاقس والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، تم تنظيم يوم تحسيسي حول السلامة المرورية قرب المدرسة الابتدائية بساقط الدير، وذلك لتموقعها قبالة الطريق الرئيسي، ما يزيد من خطر حوادث الطرقات التي تهدد تلاميذ هذه المدرسة بصفة خاصة، حيث تم توزيع مطويات توعوية على سائق السيارات وتوعية التلاميذ بأساليب قطع الطريق وضرورة التثبت من خلوه قبل العبور. اخترنا المكان هذا بالذات مدرسة ساقط الدير اللي كما تعرفوا قريبة برشا معناها لمفترق الطرقات، الأضواء، الحركة المرورية معناها بكثافة موجودة. حبينا كيف كيف هنا نهتموا بالموضوع هذا خاصة لسلامة التلاميذ، وهنا نهتموا أيضا كيف كيف بسواق الطريق خاصة مع سائق السيارات والشاحنات. بكل لطف نطلب منهم أن خاصة الوقت اللي يقتربوا المدارس وخاصة الوقت اللي يشوفوا ممر خاص مترجلين يحاولوا باش ينخفضوا من السرعة. السنة الفارطة فيه تلميذ سنة ثالثة ابتدائي مسكين معناها ضر مضرة كبيرة في الرجل نتاعو بسبب حادث من الطرقات، نعم صدموا سيارة، وهنا فعلا معناها كان الخطأ فادح بالنسبة للسيارة لأنها كانت تمشي بسرعة وما اهتمتش بممر المترجلين، وخاصة كما قلت أنا أنه في أوقات الذروة يلزم نحاولوا باش نحافظوا على أولادنا، كل حد يلزم يتخيل أنه الطفل هذاك التلميذ هذاك نجم يكون ابن وراه. احنا قاعدين نفكروا فعلا في ماشي نأثروا المدارس الكل تقريبا نتاع المنطقة ساقط الدير كلها بحوايج واقية بالنسبة للتلاميذ من ناحية الرصيف. العنصر البشري اللي يساهم بنسبة كبيرة في الحوادث بصفته معناتها قلة الوعي وعدم احترام علامات وإشارات المرور وقواعد السلامة، وهذا معناتها يرجع أولا للاكتظاظ، يخلي اكتظاظ المرور يخلي السائق معناتها في حالة غير مريحة غير طبيعية، مؤهلاته النفسية معناتها تدهور ويولي يحاول باش معناتها يوصل في أقرب وقت، وهو لما حال الخطأ منه كونه مثلا في الصباح في بلاصة يخرج بكري شوية باش يوصل أبنائه للمدارس ويوصل هو العمل نتاعو معناتها في وقت معناتها معين، يضغط على الوقت يخرج في آخر وقت وبعدين يتلز باش معناتها يخالف قواعد المرور وما يحترمش مثلا الضوء الأحمر والأولوية، ويحاول باش يكون هو ويتجاوز في من صف ثالث وصف رابع، وهذا معناتها يزيد يتسبب في الاكتظاظ ويتسبب في الحوادث. في ظرف سنوات معناتها كي نقول لنا في ظرف 10 سنين الضعف كان عندنا مليون عربه في تونس ولا عندنا اكثر من 2 ملايين عربه، والطرقات هي نفسها ما تزادتش ما تحسنتش ما وسعتش. استراتيجيه نتاع معناتها المثال المروري معناتها ما تبدلش ما تغيرش، وهذا معناتها لازم نظره استشرافيه من طرف السلطات المعنيه لايجاد الحلول المناسبه، وان شاء الله معناتها مترو صفاقس يكون حل بديل للسياره معناتها السياره الشخصيه. اهم حاجه او كونه معناتها يقف قبل ما يقطع الطريق، يقف ويتاكد من خلو الطريق وينظر يسارا ثم ينظر يسارا ثم يمينا، وهذا ثم اعتقاد وانه الطفل يعلموه ننظر يمين ويسار راهو خطا، لانه ينظر يمين عمل الخطوه الاولى يضربوا اليسار، لانه الخطر الاول والمفاجئ ياتي من اليسار. وقاعدين نقريو فيهم نقول لهم بالله ابحثوا على مكان تكون فيه الرؤيه واضحه لقطع الطريق، وننتبه يسارا ويمينا ثم في وسط الطريق نعيد الانتباه إلى اليمين، لأنه يأتي الخطر الثاني اللي هو يجي من اليمين، والحذر معناتها والصغير برشا راهو ماذا به يكون مرافق بوليه.